إلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول منخفضة. ربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.21 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجيكس 30 بنسبة بلغت 0.98% ليغلق عند مستوى 11603 نقاط، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.56% ليغلق عند مستوى 2151 نقطة، فيما صعد أيضا مؤشر إيجيكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.52% ليغلق عند مستوى 3100 و171 نقطة.